في الشأن التركي، تشهد أعداد طالبي اللجوء الأتراك إلى ألمانيا تزايدا ملحوظا، حيث سجلت رقما قياسيا مع نهاية 2019 لتحتل أنقرة المرتبة الثالثة بعد السوريين والعراقيين. ووفقا لإحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، كشف نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني حسين خضرة أن عدد مقدمي اللجوء وطالبي الحماية من الأتراك خلال 2019 وصل إلى أعلى رقم قياسي، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تحتل تركيا المرتبة الأولى في أعداد طلبات اللجوء لألمانيا بعد حصر طلبات اللجوء خلال كامل العام السيد حسين خضر ذاته ينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين، وهو نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. سيد حسين، مساء الخير وأهلا بك على إكسترا نيوز، وكل عام وأنت بخير. وما دلالة هذه الأرقام برأيك؟ مساء الخير يا فندم. أولا أحب أن أسمن المعلومات اللي حضرتك ذكرتها في البداية، وطبعا المعلومات دي ليها دلالات كتيرة جدا. ده بيندل وانه يدل على طبعا على حالات القمع والاضطهاد المتواجدة داخل الاراضي التركية، لان ما فيش حد في الدنيا كلها بيهرب ويسيب ارضه او بلده او اهله الا لما يكون عنده اسباب قصرية خارجة عن ارادته. طبعا الاهم او اهم في الموضوع هو ان كان في بيانات كتيرة جدا لوزارات خارجية عديدة لعدة دول، ولكن الادارة التركية كانت دائما بتقوم بتكذيب هذه البيانات، ولكن بعد وجود الأرقام والإحصائيات ما تقدرش الإدارة التركية بدورها إنها تكذب المعلومات دي أو الكلام ده مرة تانية. الفترة اللي احنا فيها حاليا طبعا بنعيش مستوى مختلف تماما من أعداد طالبي اللجوء من حامل الجنسية التركية، لأن أول مرة تركيا تحتل المرتبة الثالثة. والجدير بالذكر أيضا إن دي الإحصائية اللي تمت في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019، وجاري حاليا حصر الطلبات اللي تم تقديمها في اكتوبر نوفمبر ديسمبر. طيب الولايات هل في دوافع، هل يتم ذكر الدوافع في هذه الطلبات من قبل الاتراك؟ نعم معلش، هل يتم ذكر دوافع الهجره في هذه الطلبات المقدمه من قبل الاتراك لالمانيا؟ طبعا الدستور الالماني بينص على اسباب اللجوء اللي هي بتكون يا اما اضطهاد ديني، اضطهاد سياسي، اضطهاد عرقي، يعني لازم يكون في حاله من حالات الاضطهاد موجوده وتم اثباتها فعلا من خلال طالب اللجوء او الباحث عن الحمايه. ولكن الاعداد دي كمان مش بتدل بس على اللي بيتم ملاحقتهم او اضطهادهم، ده العدد اللي بيقدر يوصل لالمانيا. في اعداد كبيره جدا ما بتقدرش تخرج من تركيا، لان فكره الهجره غير الشرعيه والبحث عن الحمايه دي فكره مكلفه جدا، بتتطلب اموال كتيره، وايضا صحه الشخص نفسه تكون انه يكون قادر على خوض طريق الهروب. وفي طبعا اعداد ثانيه كبيره جدا ما بتقدرش تكمل انها توصل لألمانيا، فدي بتضطر انها تقف او تفضل في اقرب دولة او اخر دولة قدرت توصل لها من خلال اموالها او صحتها. الولايات الالمانية اللي قدرت تعمل الحصر في لشهور اكتوبر نوفمبر ديسمبر، على سبيل المثال ولاية هيسن وصل الاعداد فيها بالنسبة لطالبي اللجوء او الباحث الحماية من حامل الجنسية التركية للمرتبة الاولى، يعني بقت رقم واحد. وده بيخلينا كمان نتوقع ان بعد حصر طلبات اللجوء لشهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر في كافه ولايات المانيا، اتوقع انا ان تركيا مش هتفضل في المستوى الثالث، ولكن في الغالب هتبقى في المستوى الثاني او الاول. والاصعب من كده طبعا كان في تقارير في الفتره اللي فاتت ظهرت بتؤكد على عمليه اضطهاد ما بعد طلب اللجوء، يعني في جماعات تابعه للاداره التركيه بتقوم بخطف وملاحقه الباحث عن الحمايه في الخارج، وتم ايضا اثبات عده حالات زي كده في عده دول بالفيديو والصوت والصوره والكلام. يعني الوضع طبعا خطير جدا، وانا انتظر ايه هو هيكون رد الخارجيه التركيه بعد ما كانت بتكذب كل بيانات الخارجيات لعدة دول في الفترة اللي فاتت بعد إصدار هذه الإحصائيات وهذه البيانات. أنتم كسياسيين في ألمانيا كيف تنظرون إلى الأوضاع الداخلية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية في الداخل التركي، والتي تؤثر بشكل أو بآخر على الوضع في ألمانيا، من حيث أن هناك الكثير والعديد كما ذكرت من طلبات اللجوء التي تصل إلى ألمانيا بناء على ما يحدث في الداخل التركي؟
تركيا طبعا دولة صديقة ودولة مهمة جدا، ليها عدة نقط تخليها مهمة بالنسبة لنا، سواء الموقع الجغرافي أو الشراكة الاقتصادية إلى آخره. ولكن إحنا طبعا بنتابع الأوضاع السياسية داخل الأراضي التركية بتخوفات كتيرة جدا، لأن اللي بيحصل هناك بيأثر علينا هنا، سواء كان الموضوع ده في المجال الاقتصادي أو في الاضطهاد أو الحريات، زي ما شفنا بيأثر على أعداد طالب اللجوء، إلى طبعا إلى جانب طبعا وجود عدد كبير جدا من الجاليات الاخرى زي الجاليه السوريه الى اخره. فدايما استقرار تركيا واستقرار الشارع السياسي في تركيا بيأثر تأثير كبير جدا ايجابي على المنطقه هنا، يعني حتى في الانتخابات اللي فاتت، الانتخابات المحليه وسياسات الاداره التركيه واتجاه هذه الانتخابات ونتائج هذه الانتخابات زي ما حصل في الاعاده الى اخره، كل دي حاجات كانت بتسبب لنا هنا تخوفات كبيره جدا وبنتابعها بترقب كبير. ايضا اعداد الصحفيين الالمان او الاوروبيين اللي تم اعتقالهم او المواطنين اللي بيروحوا هناك لمجرد تعبير عن رايهم على وسائل التواصل الاجتماعي زي فيسبوك او تويتر الى اخره، كل دي حاجات بتسبب لنا طبعا تخوفات وبيتم متابعتها من الجهات المسؤوله او المؤسسات الالمانيه المسؤوله بالشان ده. طيب سيد حسين، هناك بعض الانباء التي تداولتها الاخبار والصحف الالمانيه حول ان بعض الاحزاب الالمانيه فتحت وسيله اتصال او طريق اتصال بينها وبين اكرم امام اوغلو رئيس بلديه اسطنبول. هل السياسيين في المانيا يعولون على رئيس بلديه اسطنبول في الانتخابات القادمه، سواء كانت انتخابات في 2023 او انتخابات مبكره؟ يعني الموضوع طبعا ليه شقين، زي ما قلت حضرتك تركيا ومؤسساتها دولة صديقة ودولة جوار، ويهمنا دايما ان يكون فيها استقرار. ولكن الاحزاب الالمانية، احنا النهاردة في زمن العولمة، زي ما قلت حضرتك اي مشكلة في الدنيا بتأثر على العالم كله، واي حاجة ايجابية بتأثر على العالم كله، وبالتالي الاحزاب الالمانية هي بتحاول تتماشى مع الوقت الحالي، وبتبحث دايما في الخارج مع احزاب متقاربة ليها فكريا وايديولوجيا، وبالتالي كل حزب في المانيا بيشوف الحزب القريب لي فكريا، القريب لي ايديولوجيا، اللي يقدر يتعاون معاه من اجل طبعا مستقبل افضل للجميع، سواء في المانيا او للمواطنين اللي عايشين في دولهم خارج المانيا. وده نقدر نحققه بس فقط بالتعاون، لازم يكون في تعاون ايضا على المستوى السياسي والمستوى الحزبي ما بين احزاب الدول كلها مش المانيا فقط، وده شيء احنا متعودين عليه هنا مش جديد، ودايما الاحزاب الالمانيه بتتعاون وتتواصل مع الاحزاب المتقاربه ليها فكريا، وبتحاول تقدم لها الدعم والمشوره الى اخره. فكان من الضروري بعد انتخابات اسطنبول طبعا الاحزاب المتقاربه مع الحزب اللي كسب فكريا انها تتواصل معاه، ويكون في عمليه من الدعم والتعاون والتواصل. طيب لكي نفهم يعني القرار الالماني المتعلق بتركيا والمواقف الالمانيه، الجاليه التركيه في المانيا ربما هي الاكبر في العالم من بين الدول الغربيه ربما من قبل الاتراك، هل تؤثر هذه الجاليه، هل تمثل ضغطا على المعادله الغربيه في السياسه الالمانيه تجاه تركيا؟ بمعنى هل تضغط الجاليه التركيه داخل المانيا في اتجاه معين؟ هل تضغط على الاحزاب السياسيه في المانيا، الحكومه الالمانيه باتجاه لاتخاذ موقف معين؟ الجاليات التركية طبعا من أكبر الجاليات المتواجدة في ألمانيا، ولكنها تعكس الشارع التركي داخل ألمانيا، يعني مش كل الأتراك راضيين عن أداء الإدارة التركية، وكذلك الجالية التركية هنا مش كلها راضية عن أداء الإدارة التركية وبتؤيدها، منهم المعارض ومنهم المؤيد، بدليل أن في الاعتداء التركي على الأراضي السورية كانت هناك تظاهرات في ألمانيا رافضة لما يقوم به أردوغان في الشمال السوري. طبعا كانت مظاهرات كبيرة جدا، وأنا شاركت في بعضها ونظمت جزء منها، وكان في رفض كبير جدا حتى بين الأتراك للاعتداء التركي. ولكن في هنا بعض المؤسسات التي تتسبب في حالة من العزلة لبعض أفراد الجالية التركية، على سبيل المثال من وجهة نظري مؤسسة ديتيب آتيب إلى آخره، دي مؤسسات بتحاول دايما تخلي المواطن التركي هنا المنضم ليها أو الناشط فيها أنه يكون في حالة من العزلة عن المجتمع الألماني أو عن الشارع الألماني، وبيكون دايما زي ذراع سياسي للإدارة التركية هنا، أو بتستخدمه كذراع سياسي ليها في ككارت، مش عايز أقول كارت ضغط لأن محدش يقدر يضغط على الإدارة الألمانية، ولكن يقدروا ينظموا عن طريقهم مظاهرات وقفات احتجاجية إلى آخره، ويحاولوا يوصلوا وكأن كافة الأتراك أو كافة الأجانب مؤيدين للإدارة التركية، ولكن دي طبعا القلة القليلة ولكن المنظمة التي تستخدمها الإدارة التركية من خلال مؤسساتها المتواجدة داخل دول الاتحاد الأوروبي كإظهار لصورة خاطئة غير واقعية.
نعم. السيد حسين خضر نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطية الألمانية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.